على مر السنوات الماضية وخاصة بعد احتلال العراق حدثت صراعات سياسية وأثنية ما بين الأحزاب التي أتت على ظهر الدبابة الأمريكية وما بين الأحزاب الإسلامية التي اتخذت ستار الدين في الدخول في متاهات وصراعات في داخل العراق. أفرزت هذه الصراعات عن انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان في العراق على مر السنوات الماضية. هناك انتهاكات وغياب تام لحقوق الإنسان منذ دخول الكتائب الأولى لقوات الاحتلال الأمريكي، حيث تم قتل العديد من المدنيين وتلتها بعد ذلك عمليات تهجير وقتل وتغيير ديموغرافي وحقوق للإنسان وللنساء والأطفال، وغيب المجتمع العراقي تماما عن حقوقه ولم يحظى بأي اهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة التي احتلت العراق ما بعد 2003. نحن نتحدث عن عملية سياسية أفرزت لنا انتهاكات وأفرزت لنا عملية نستطيع أن نقول عنها عملية قبيحة جدا لما يجري للإنسان العراقي على مر السنوات، وهذا ما تم توثيقه عبر الصور والفيديوهات التي انتشرت والتي تم تداولها على القنوات القضائية ومواقع الإلكترونية، حتى بأن المحتل الأمريكي هو أول من شرع هذه الانتهاكات عبر الممارسات التي انتهجها داخل سجونه، ولعل فضيحة أبو غريب خير مثال على ذلك، لتستمر الميليشيات التي استحدثت بأمر المحتل الأمريكي والإيراني في العراق التي قامت بممارسات لا تقل بشاعة عما قامت به القوات الأمريكية، وجعلته منهجا يمارس على مر السنوات الماضية.